البداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خير خالد. ذلك الكتاب لا ريب فيه فوق ثلاث نقاط. ايه معناها يا شباب تعانق الوقف. هذه اسمها تعانق الوقف بحيث انك اذا وقفت في لا ريب ما توقف في فيه. ايه توقف واحده منها ما يجوز يعني انك توقف في الثنتين سوا. يعني ذلك الكتاب لا ريب تقول فيه هدى للمتقين ما تقول فيه. لا لا ما تقدر توقف عند لا ريب. الا وقفين عندك الكتاب لا ريب يا توقف عند لا ريب للمتقين او ذلك كذا غيرت المعنى انت. لا ريب فيه هدى للمتقين بس اذا قلت ذلك الكتاب لا ريب في هنا الخطأ. أيوة هذا الخطأ. بس أنك تقول ذلك الكتاب لا ريب. إيه لا ريب ذلك الكتاب ولا ريب. لا ريب وش فيه؟ فيه هدى للمتقين. لا خطأ الآية مو معناها كذا. لا صح لا ريب فيه. هذا تعانق الوقف يا حمادة.
اوكي على العموم ان نسال هالقران. الله يجزاك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معليش دقيقة بس. شفت لا ذلك الكتاب لا ريب فيه علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر. يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا النطقين الصحيح. على كذا تطلع الآية لها معنيين. نعم. لا لا. لا نفس المعنى. بس الوقف. لا معنيين. بلقوا أنتم. لا لا. يا سلطان ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما في ريب. الكتاب. أوكي. ذلك الكتاب لا ريب. أوكي. فيه هدى للمتقين أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة صح. لا مو نفس المعنى. لا نفس. الكتاب هذا ما في ريب. أنا أدري. فيه هدى للمتقين. من وف ممكن بس عشان ما أخرك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل هي الآية كذا؟ كيف؟ إيه أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. في شيء لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب بعدين نقول فيه هدى للمتقين. طيب وفي ممكن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ايوه لا مو بنفسها. عبد الله فهمني. ما ادري التفسير. انا فاهمك انا فاهمك. علامات الوقت شلون نفسها؟ لا لا صار رسول هي دربين صح. شلون صارت دربين؟ انا اعلم طريقتي. صار رسول لا انا درست تحفيظ في طريقتي بس انه وصل نفس النتيجه ان فيه هدى للمتقين. بس انا هذا معنى ثاني. بس فيه ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب يعني ما في ريب. ما في ايش فيه؟ خل نوقف على لا ريب. طيب. لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب وهذا ايش معناه؟ يعني ذلك الكتاب ما في شك. انا بتكلم ما في شك. اذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه طيب وش فيه؟ ايه هدى للمتقين. ما فيه ريب. ما فيه ريب. ايه؟ يعني خالصين من طيب. الاستفهامات ما ترتاب منه. اي ما في ريب وش فيه؟ هدى للمتقين خلاص. طيب والاول لا ريب فيه فيه عن الريب. لا ريب فيه يعني ما في ريب. الحين ما في ريب. أيوة. إذا ما في ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه فيه تبع الريب ولا تبع الهدى؟ كيف؟ لا ريب فيه يعني ما فيه ريب. أنا ما بدخل هدى للمتقين. بس بقول لك يا رجال والله الذي نفسي بيد إنها نفس المعنى غير ذا. لا 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 حماد ترى كم معذور. واضح يا حماد. أنت شو مزعلك الحين؟ أنا ما مزعل خلص جزاكم خير. والله أنا نفس المعنى. حن جاسين والله أنا نفس المعنى. نستذكر في القرآن عارف أنت تستفهم. أنت كذب الرجي تقول لا ما لها معني. أنا كذب الرجي. هي نفسها كلمة هدى للمتقين. إن كان لا ما بنت تقول أنا هي نفس ضربي. طيب بعد طيب بس حلب صار في القرآن. بشرح لك. صلى على رسول الله يا الربع. بشرح لك أنا. تعال في الوقت. شوف. حلو. أنا مع حمادة يقول إنها هو إذا ما كان في ريب في هدى للمتقين. لا ريب. فيه هدى للمتقين. قال لك او لا ريب فيه. لا ريب فيه. إيه؟ هدى للمتقين. ايوه فهمتني. فيه هل هي تبع ريب او تبع هدى للمتقين؟ اذا كان ما في ريب فيه هدى للمتقين واذا كان لا ريب فيه هدى للمتقين. نفسها. لا تبع. شوف نحتاج نحتاج شيخ. انا ما نفسي. مجرد استذكار في القران. الحين نتفكر في القران. طيب لازم كل يوم نكتشف شيء. بقراها لك الحين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ايش معناها؟ فرقت معك الايه؟ فسر الايه. فرقت. فسرها. يعني ذلك الكتاب لا شك لا شك فيه. لا شك فيه. ايه ما فيه شك. طيب ايش فيه؟ فيه طيب لا فيه شك. ايه؟ هدى للمتقين. ايه اللي نعم. فيه هدى للمتقين. طيب اذا قلت لك ذلك الكتاب ولا ريب اوكي نعم نعم فيه هدى للمتقين. هذه معنيين. فيه شك معنيين. رجعنا لها معنيين. معنيين يعني طلع كلامي صح. يعني ما كنت اخربط. دقيقه دقيقه حماد خليك معي خليك معي دقيقة. لبيك لبيك لبيك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا كان ما في ريب وش فيه؟ هدى للمتقين. وش صح أيوة هذا واحد من المعاني. طيب. في القراءة. وذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب وش فيه؟ وقف عنده. فيه هدى للمتقين. نفسها كلها ما في ريب بس فيه هدى للمتقين. عرفت؟ المبهى خلاص. أنا آسف أنا آسف. أنا ما مفسر. لا جا الشيخ نسله خلاص. الله يجزاك خير يا أبو هادي. الله يجزاكم خير. تراكم مأجورين على معرفة التفسير. تفكر في القرآن. في أجر إن شاء الله. طلب علم
حديث من سلك علما يلتمس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه له طريقا الى الجنه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنتم. جزاك الله خير. جزاكم الله خير جميع يا رب.